هذه الدعوة الكريمة إلى هذا الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم تحت عنوان دور الأديان في تعزيز التسامح، من الإمكان إلى الإلزام وحتى الالتزام. وهذا عنوان جميل ودقيق نحن أحوج ما نكون إليه في هذا الزمن الذي نحيا فيه، وجميل أن منطلقه هو دولة الإمارات العربية المتحدة التي حولت التسامح من عبارات يتحدث بها إلى سلوكيات وإلى أفعال مترجمة على أرض الواقع، وصار خلق التسامح بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلقا عمليا يلتزمون به ويلزمون من في هذه الدولة كمواطنين ورعايا عن طريق الالتزام بهذا الخلق. وهذا العنوان الذي هو دور الأديان في تعزيز التسامح من الإمكان إلى الإلزام هو عنوان يدخل تحت النداء الإلهي، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة هو أمر إلهي يوجب الإلزام والالتزام، والدخول في السلم ليس دخولا لفظيا وليس دخولا بدنيا، وإنما دخول كلي بالشكل والجوهر والمضمون. هذا ما تسعى إليه دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون منارة للسلم ومنارة للتسامح. ينطلق التسامح من هذه الأرض ليملأ أرجاء الكون وليكون ملزما وملتزما به.